بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في شابتر جديد من كورس السويل ميكانيكس الخاص بقسم الهندسة المدنية المستوى السابع. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في شابتر 3 اللي هو السيبج في السويل أو التسرب في التربة. أول جزء في هذا الشابتر عبارة عن ايه هي الابليكيشنز اوف ووتر موفمنت ان ذا سويل، يعني ايه هي التطبيقات اللي احنا محتاجينها من حركه الميه في التربه. هما اربع خطوات او اربع تطبيقات محتاجين فيها حركه الميه في التربه. اول حاجه calculation of seepage under concrete dams and through the earth dams، يعني لو انا عندي دامز بالشكل دوت معروف ان هيحصل تسرب في المية من هنا تروح للناحية التانية، دي لو كان خرسانة او السد عبارة عن خرسانة. اما لو كان السد عبارة عن سد ترابي فطبعا هيحصل تسرب خلال مين؟ خلال السد نفسه، فلازم ندرس سريان المية خلال التربة او خلال السد. تاني application عبارة عن check stability of water structure، اي water structure مشكلته ان المية بتأثر عليه بفورسز، فالفورسز ديت لازم ندرس ثبات هذا المنشأ عشان او بسبب تأثير المية عليه. النقطة الثالثة estimation of uplift under hydraulic structure، طبعا لما المية هتيجي تمشي من هنا لهنا ممكن يحصل uplift على المبنى او على المنشأ المائي، فاحنا عايزين ندرس الابليفت ديت نتيجة سريان المية في التربة هنا. اخر حاجة calculation of settlements of submerged soil، طبعا انت عارف لما السويل عندك بتبقى submerged وفي هنا clay، ففي الحالة ديت انت بتتكلم ان هيحصل هبوط في التربة بتاعتنا. طيب ايه انواع المية اللي موجودة في السويل؟ عندنا اربع انواع من المية اللي موجودة في السويل، في الستراكشر ووتر او المياه الانشائية، ودي عبارة عن ووتر بس كيميكالي كومبايند، يعني ايه؟ يعني هي متصلة كيميائيا فين؟ في الكريستال او في البلورات بتاعة السويل مينرال في معادن السويل، ودي صعب جدا ان احنا نشيلها الا اذا حصل ان الستراكشر بتاع البلورة دوت اتكسر، لكن صعب جدا ان احنا نشيلها، ما ينفعش بالتسخين ان احنا نقدر نشيلها. التانية اللي هي او نوع المية التانية اللي هي الجراوند ووتر، وده عبارة عن ووتر بتملى الفويدز، ودي اللي تهمني الجراوند ووتر صراحة في الدراسة بتاعتنا، بتبقى في الفويدز بتاعت السويل بتاعت الروكس في الفيشرز، ودي فريلي تو ايه موف، يعني ممكن المية دي تطلع وتنزل عشان موجودة في الايه في الفراغات بتاعت مين؟ السويل، يعني انا الدنيا مطرت فالمية ده منسوبه يطلع فوق، جفت فالمية ممكن تنزل لتحت. المية التانية التالتة اللي هي الهايدريشن اند ابزوربد ووتر او المياه اللي هي الممتصة، دي جزء من مية ماله السويل بارتيكل فري ابزوربد، يعني التربة نفسها، يعني شايفين الحبيبة بتاع التربة دي ممكن تمتص تمتص مين؟ تمتص الايه؟ المية اللي هي بيسموها ابزوربد ووتر دي، منين؟ من الاتموسفير by physical forces of attraction، يعني عن طريق القوى الفيزيائية بتقدر تسحبها في الحبيبة بتاعت التربة نفسها. آخر نوع من أنواع التربة ودي برضك من الحاجات المهمة اللي هي الكابيلري ووتر أو المياه الشعرية، ودي المية اللي بتطلع في الفراغات كما لو كانت أنبوبة شعرية، ودي إن شاء الله برضك هندرسها بالتفصيل في الأجزاء القادمة. شكرا.